السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كورة سبورت، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، اخبار جديدة نتكلم فيها عن كل حاجة عن النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش شعارنا دايما، اهلاوي قلبك حديد في حديد، اضرب اللايك الشديد عشان نوصل لاكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. وقبل ما نبدأ بالصلاة على الحبيب، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أول حاجة نبدأها من النادي الأهلي وزيارة كابتن محمود الخطيب اللي النهاردة بيطمئن على خطة العودة للتدريبات في جلسة مع سيد عبد الحفيظ والجهاز المعاون للنادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي قام بجولة داخل غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي بالجزيرة، وتفقد صالة الجيم وغرف الساونا وقاعة الاجتماعات للاطمئنان على آخر الترتيبات الخاصة قبل استئناف التدريبات وفقا لقرار الدولة بعودة النشاط الرياضي بداية من 20 يونيو الجاري. واطمأن رئيس النادي الأهلي على تنفيذ الخطة الوقائية الاحترازية التي تم الإعلان عنها في السابق. النادي الأهلي النهاردة بعد الجولة التفقدية اللي عملها الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكورة وديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب الحراس وكمان كابتن سامي قمصان مدرب الفريق ودكتور خالد محمود وأمير توفيق، وكمان في وجود العميد محمد مرجان. أكد رئيس النادي الأهلي خلال الجلسة إن الأهلي بوصفه أكبر مؤسسة رياضية في مصر والشرق الأوسط بيحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة نحو دفع عجلة الإنتاج وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى والاستفادة من التجارب العالمية اللي عايشت نفس الموقف والظروف خلال الفترة الحالية، وإن مصر كدولة لها قيمة كبيرة وسط بلدان العالم، وبالتالي بعد قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي يجب علينا كلنا الاستعداد بقوة مع باقي الأندية المصرية لنكون عاملاً مساعدا نحو عودة الحياة مرة أخرى بشكل يناسب قيمة مصر ويحفظ أمن وسلامة كل عناصر المنظومة الكروية. هو ده رجل الدولة، صح، الخطيب فعلا رجل دولة لأنه بيعمل على إعلاء قيمة وكلمة مصر، مش التراتير والدلاديل اللي بيطلعوا يهددوا باللجوء للفيفا عشان التدخل الحكومي، شوية العرايس والدلاديل اللي ماشيين ورا الرئيس نادي الكبير ليل ونهار ويطلعوا في الإعلام ويقول لك أصل ده تدخل حكومي. الأهلي النهاردة والكابتن محمود الخطيب بيبين قد إيه معنى كلمة راجل دولة ويفهم في قيمة الدولة ويعلي من قيمة الدولة. كمان اتكلم كابتن محمود الخطيب إنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللي أعلنت عنها وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم لتكون البداية قوية، حيث يعول الجميع على الجهاز الفني بقيادة فايلر آمالا كبيرة نحو تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل في ضوء الإجراءات التي تمت الإشارة إليها مسبقا. ده كلام كابتن محمود الخطيب النهاردة في اجتماعاته وجلساته مع النادي الأهلي. النهاردة هوريك صورة دلوقتي لممثل نادي الزمالك، ممثل نادي الزمالك كابتن اسماعيل يوسف عضو نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة اللي خايف على صحة اللعيبة من كورونا وبيطالب بإلغاء الدوري خوفا من كورونا، رايح يحضر اجتماع الأندية مع الاتحاد المصري لكرة القدم بدون لبس كمامة. هنزلها لك دلوقتي عشان تشوف قد ايه الناس بتضحك علينا، قد ايه الناس عايزة تلغي الدوري مش عشان فيروس كورونا، اطلع قول عشان عندي ازمة في المستحقات المالية مش قادر ادفع فلوس اللعيبة بقالي 5 شهور، قادر ادفع للعيبة الاجانب فعايز اخصم نسبة المشاركة، عايز اخصم قد كده ووفر عليا فلوس كتير، هيحصل لي مشكلة وازمة كبيرة لو اكتمل الدوري او تم استكمال الدوري، كل اللعيبة مش هتلعب وكل اللعيبة مش هتتدرب، مش خوف من الكورونا، لا، خايفين ان رئيس النادي ما يدفعش ليهم مستحقاتهم اللي بقالها 5 شهور وما حصلوش عليها. ده بس نقطة حبينا نوضح عنها. طيب تعال نتكلم في حاجة تانية وقضية تانية. دلوقتي الحقيقة ظهرت جلية وكلنا شاهدنا جميعا ازاي النادي الاهلي انتفض ومجلس ادارة النادي الاهلي انتفضت من عام ونصف ليرد عن نفسه اي شبهة
تجاه أي جهة أو شخص عاقل أو موتور يقوم بتوزيع الاتهامات بغرض التشهير. علينا دلوقتي نتساءل، كيف أعطى شخص لنفسه حق التشهير بمجلس إدارة النادي الأهلي يوميا عبر ساعات مؤجرة على قنوات مختلفة؟ هذا الشخص الموتور اللي بتحيط دايما الشبهات بكل أفعاله، وبيستخدم اسلوب الشتايم والتشهير وانتهاك الاعراض دون رادع محتمي بحماية حصانة اعطتها له الدولة ليستخدمها للدفاع عن حقوق دايرته، فاستخدمها اسوأ استخدام واحتمى وراها. يخرج قدام الناس يتحدث عن الرجولة وهو ابعد الناس عن الرجولة، يتحدث عن الشرف وهو لا يعرف معنى الشرف، يتحدث عن الامانة وهو اول من يخون الامانة، يتهم الآخرين بكل ما فيه من خصال سيئة. شخص بيعتبر مريض نفسي بكل الصفات السيئة، يخالف كل الأعراف السماوية والأرضية، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. الشخص ده بيجهر بالكلام السيء على كل الناس، لا يعرف شرف للخصومة ولا تاخد منه عهد ولا ذمة، راجل كذوب في كل صفات المنافقين. عموما آن الأوان عشان يتحط في نفس القالب اللي وضعه فيه غيره زورا وبهتانا، آن الأوان عشان يجيب على نفس الأسئلة الكاذبة اللي أراد بها إن هو يداري أفعاله، ولو لديه ذرة من شرف عليه أن يدافع عن نفسه، لو يملك ذرة من رجولة عليه ان هو يسلك الطريق الشرعي للرد عن نفسه، ولا يلجأ للصراخ عبر الأبواق الإعلامية المؤجرة يوميا ليسب الناس. الأستاذ محمد بيه عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ردا عن هجوم الزلنطحي ليل نهار على النادي الأهلي. النهاردة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيعلن رسميا عن مواعيد بطولة دوري أبطال أوروبا. نظام دور الثمانية هيبقى ودور قبل النهائي هيبقى من مباراة واحدة فقط بخروج الفريق المغلوب، وتم سحب تنظيم النهائي من تركيا ونقلها للبرتغال. مواعيد المباريات: دور 16 يوم 7 أغسطس مانشستر سيتي وريال مدريد، اليوفي وليون، يوم 8 أغسطس برشلونة ونابولي، بايرن ميونخ وتشيلسي، والنهائي سيكون في لشبونة في البرتغال. النهاردة شبكة يونانية كشفت فضيحة مدوية لعمرو وردة، هنزل لك البوستات بالمستندات بالأدلة بكل. بطلة القصة المرة دي اسمها ديمي استاماتيليا، دي صحفية متخصصة في أخبار نادي أولمبياكوس. عمرو وردة حاول يرغمها على إرسال اسمها ورقم بطاقتها عشان يحجز لها تذكرة تروح له سالونيك لقضاء يوم معه والعودة في اليوم التالي، لكن الصحفية ديمي رفضت الطلبات بتاعة الأخ عمرو وردة ورفضت تروح له، ومسكت الواتس اللي هو بيبعت له عليها او الحاجات اللي المحادثات اللي بعتها لها ونشرتها على احدى الصحف اليونانية. هنزل لك دلوقتي الحاجات اللي مبعوتة والكلام. في الاول بيقول لها send me your name in the ID card، ابعتي لي اسمك والاي دي بتاعك عشان to make the ticket، عشان اقطع لك تذكرة. I arrived the Salonik، انا دلوقتي وصلت لسالونيك، send me your name، ابعتي لي اسمك، I will make now the ticket، تذكرة دلوقتي، send me your email، okay I will make it now، وهعمل دلوقتي التذكرة. الرسالة التانية بعت لها قال لها do you want to come tomorrow morning and stay one day here in the Salonik. البنت ردت عليه فراح سأل ردت طبعا باليوناني احنا ما نعرفش يوناني، فراح سألها تاني قال لها do you want، البنت راحت عامله له بلوك وراحت منزلة المحادثة على الصحيفة اليونانية. فضيحة كبيرة وجديدة للمتحرش اللي انتوا عارفينه. خلصت أخبارنا وخلصت حكايتنا، استنى منكم كل آرائكم وتعليقاتكم. شكرا ليكم دايما دايما، سلام عليكم.